الشغلات الجديدة. طبعا الواير مو طويل، الطلاب ما يحتاج فينجر كويس، يعني ستريت واير. اوكي، من النص الزم. شوف وين نزلت تيدي، نزلت ليش؟ اريد دايمتر شوي اكبر. اوكي، هذا المكان يطيق حتى 5 ملم، واضح؟ الدايمتر اكبر من الزيت والريكيرف زيت، ما يصير يسوي لها صغير، يعني 5 ملم كلش كافي، يعني راح ننزل باوا نزمته. اوكي، اذا فرضا هذا الاكتيف ارم، هذا شنو؟ هذا الاكتيف ارم. اوكي، هذا الكاست مالتي وهذا الاكتيف ارم، هذا اسوي شنو؟ دا اسوي شنو؟ ديستل. لازم افر الواير منه، اخلي ببالي ما افره هيك، اذا افره هيك غلط، حتى نضمن ان الكويل مالتي يكون اوبن كويل. اعيد هذا الشغل، هذا الواير مالتي اخليه هنا، هاي اللزمات حتى يعني متى يكون موضوع الاوبن كويل. هذا الاكتيف ارم يبقى ما العب به، راح اشتغل بالتاج، الكويل بالتاج. هذا الاكتيف ارم وهذا التوث مالتي، دا اسوي شنو؟ حركه ديستال، صحيح؟ فاجعل هذا البارت افره بذاك الاتجاه. اوكي، طبعا لازم الاكتيف مات يكون اب والكويل داون، يعني هذا الكويل راح اسوي الكويل نوع داون حتى يظل الاكتيف ارم فوق كويل جوا التاج، فاهميني؟ يعني كويل داون ويب. اجي بعد اكو شغله بالكويل، الكويل مالتي ما راح اكمله كويل كامل، حتى متى يهون سوي زاوية 90، وبعدين طبعا نرجع نفتح. سوي زاوية 90، واضح؟ والله جيب لي واضح. شو 60؟ يعني شلون عدله؟ يعني سوي زاوية 90. لا سوي زاوية 90، هسه اقول لك اول حتى يطلع شغل شوي. الكويل هنا راح نسويه بيه شغله بعد ما حكيت، هان الكويل مالتي يسمونه فره وربع مو فرتين، يعني ما اسوي تو سيركل، سيركل والثاني ربع سيركل، هاي فاهميني؟ انا ما حكيت عن دفون، يعني الكويل مالتي مثل ما الزيت والريكيرف زيت الفره والفره الثانيه هم الفره، لا فره وربع، هسه هاي فره وربع، فره وربع زين. شو اسوي بعد؟ احتاج اسوي الزاويه 90 يم الكويل. يلا عيني ويانا، هذا جروب، يلا تاخره. شو اسوي الثاني؟ هذا الاكتيف ارم ما العب بيه، قلنا نبقى بس هذا اللي هسه اللي سويته يم الكويل بالضبط، يم الكويل هنا اسوي زاويه 90، يعني هذا الشغل مالتي هيك صاير. الواير اللي يم الكويل من هنا اسوي له زاويه 90، يعني يصير هيك شكله، من هنا اسوي زاويه 90، واضح؟ يعني اجي للكويل نفس المكان كنت لازمه، اقدر اسوي من اول حركه بس حتى تفهمون هنا بالضبط اسوي زاويه 90. هاي سعيد، واضح؟ يعني الزاويه مالتك اللي تسوي التاج هي بالضبط يم الكويل ويا الكويل، ما تطلع مسافه، فيصير عندك هسه الكويل فره وربع بس. اوكي؟ ومن تيجي تخليه تدي تسوي ديستال موفمنت، دي يصير بالكويل، شو تتوقع دي يصير بالكويل؟ الكويل دي يصير بي اوبن، دي ينفتح، اذا انت هسه تخيله دي تسوي ديستال موفمنت. خلينا نسوي واحد غلط باتجاه الكويل. هو ذا اول شيء هذا بس انضبط مكان الكويل انتهى، بعد يبقى عندك بس السي كلاس. السي كلاس شوي بي ترتيب. الغلط اللي يصير شنو؟ انه راح اسوي كويل يسوي لي كلوز، هذا الشغل مالتي اذا اخليه هنا واسوي ديستال موفمنت، ايش يصير بالكويل؟ الكويل بينغلق، هذا الشيء غلط، انا اذا بالعكس هيك ايده ينفتح، بس هنا صار عندي صار الاكتيف ارم داون، صح؟ صار اكتيف، احنا اكتيف ارم اب يعني كويل داون. ف
فإذا أنت شعورك ماشي بهالاتجاه إنه أنت تسوي هيك وينغلق، لا الكوين معناه غلط، كل شغله غلط. لازم تخليه بهالاتجاه بين الكوين ماتك أوبن. نرجع على قبل شوي حكيت شلون أسوي الزاوية 90، شلون أسوي التاج. حتى يصيركم قايد وما تنسون، أسوي كويل بس مو كامل، أسوي زاوية 90. الدايمتر مالتي قلنا ايش قد؟ 5 ملم. يعني نشوف شوي نزلت عند ذاك المختبر عشان لا نصعد فوق، صح؟ ما قبله صغير ترى، ما مقبول. أبد ما مقبول، لازم 4 5. ولا كلش كبير يعني بس شو جوا كبير. فأسوي زاوية 90 بالكويل. لهنا توقف. هذا اكتف يبقى هذا التاج. التاج شلون اسويه؟ هسه ذا اخليه على الطلاب يشوفون التاج وين رايح. التاج راح للصفحه الثانيه، انا درجعه عن الميدلاين. فهو نفس المكان، نفس الكويل هنا، نفس هاي اللزمه اللي قبل شوي لازمها. بدل ما تكمل كويل راجع زاويه، فاهميني؟ من هنا بدل ما افر اسوي كويل، لا راح ارجعه بزاويه. خلاص عندي كويل وخلاص عندي الدقة، طبعا زقزاق بسيط. عندكم معضلة بالزقزاق؟ المختبر الجاردد ما بي زقزاق. هم نحكي عن زقزاق؟ اي ما شاء الله انا عارف الشغل بس شو زقزاق. اريد زقزاق صغير وبسيط، ما اريد كبير وهوسه ما احتاجه، زين؟ ولا واصل للبلد. طبعا نفس الشيء لازم انهيب ال شيب، ال شيب باتجاه الكاست. هسه انا خلاص عندي نص الشغل كويل، بس اكو شغله مو ضاع من اخلي الشغل مالتي الار وين واصل، انا وين اريد يوصل؟ اريد يوصل لهنا، صحيح؟ راح اجي ادني لحد ما يوصل المكان. شلون ادني؟ الزم الكويل مكانه واوديه شويه، راح توديه مرتين ثلاثة لحد ما يجي فيت قاعد الاكتيف ارم قاعد بالكونتاكت مال الكاين واللاترال، والكويل مكانه ما يتغير. يعني هذا الكويل، يعني الريفرنس مالتي هو شنو؟ هو الكويل، هذا الكويل. هسه الواير وين راح؟ راح زايد، صح؟ رايح لازم انا اريده وين يجي؟ اريده يجي هنا بهاي النقطة بالضبط. نفس الشيء ارجع شوية هم ازحزحها، ألزم الكويل أدفعه شوية، مو مرتين ثلاثة، بحيث الكويل مكانه والأكتيف آرم قاعد بين اللاترال والكناين. نفس الشيء إذا كان عندي الميجال موفمنت، واضح طلاب؟ هسه الكويل مكانه والأكتيف آرم وين إجا؟ إجا بالكونتاكت بين اللاترال والكناين. حتى أبدي أسوي السي كلاس، السي كلاس شوية صعب، يعني شو غلى على كيفكم. واضح؟ هسه خلصت كويل والتاج، الجزء مالتي كله حاول ما اخليه يعبر ميد لاين، زين؟ والواير جاي مكانه والكويل اكون مكانه صحيح. المهم هسه شلون ابدي اسوي السي كلاس؟ السي كلاس في مشكله، بس تغلط فيه كل شغلك بالجو يروح، الكويل يروح. فانت شلون تسوي فد حركه بحيث تضمن شغلك يمشي صحيح؟ اكو شيء يسمونه ترايل بين، اوكي؟ احنا ما احتاجينه بس هسه راح نحتاج. شنو ترايل بين؟ انا اجي هنا ادخل لي التاشيره مالتي، اوكي؟ واشرت بس ما متاكد مضبوطه لو لا، شو اسوي؟ ممكن اسوي بينت كلش صغيره يسموها ترايل، وهاي ترايل ممكن تفتحها مره واحده، يعني اجي اسوي لها بيند صغيرة، كلش صغيرة، أقعد على الكاس. إذا مضبوطة أكمل، ما مضبوطة ممكن أفتحها تبقى هي لو متقدم من اليم لو متأخر من اليم، صح؟ صح لو لا؟ صلحها مرة واحدة بس، إذا مضبوطة تفتح بس تفتح بس طق الواير. يعني أتقدم، ممكن أتقدم خطوة إذا قياسي مو صحيح، إذا صحيح كمل واصعد. ما راح تبين هاي البند اللي سويتها، ما راح تبين.
هاي يسمون شيء ترايل بين، ممكن انت تشتغل وتاشره وتسوي بين وتتاكد شغلك مضبوط اكمل بتعديل تعدل مره واحده اوكي. حتى ما يخرب باقي شغلك، يعني انت بس تغلط بهاي البين بعض الاطلاق بس تغلط بها ممكن الكويل ينزل وممكن الكويل يصعد. هاي التاشيره راح اسويها هسه، ممكن شغلك ينزل او يصعد اوكي، فيحتاج دقه بها. المهم هسه نخليها مكانها، كويل مكانها، اجي اشر اني ما متاكد من شغلي اسوي ترايل. طبعا هو الواير ذا هيك البيند مالتي باتجاه شنو؟ باتجاه الكاس لازم صح؟ يعني هاي البيند راح اسويها لي جوا وياي لو ماكو تخيل. اي اسوي بيند صغيره اذا مضبوطه قياسي مضبوط الكويل ما تغير اكملها البيند وابدي اسوي سي، اذا بيها خطا صلحها مره واحده ما ظلت عند ثلاثة بالواير اشوف اتاكد كويل مالتي ما متغير والبيد مالتي صحيحه ماكو اشكال ابدي اوكي. هسه انا الواير مالتي لازم يروح ديستو جنجابلي، شلون اسوي له بيند؟ البيند مالتي شلون تكون؟ ينزل ويجي شنو ديستو صح ولا لا؟ هاي اول خطوه، يعني هسه الواير حتى يجي لهذا الاتجاه شو اسوي له؟ اكيد اسوي له بيند واجيب شنو؟ ديستالي. هاي كخطوه اولى بالسي، يعني انا اسوي له نزله وين اودي بعد؟ اودي ديستالي صح؟ صح لو لا؟ حتى تعرف ان الواير يجي لمكانه وبعد يحتاج اكثر صح؟ ينزل ويروح بعد ما مسوي، بس مجرد اجيب الواير لمكانه. زين الواير مالتي ستريت، هذا ستريت يقول على الكناين يحتاج اسوي له كير بسيط، بس قبل ما تسوي الكيرف لازم انه تضمن الواير وصل لمكانه تقريبا، يعني بعدها يحتاج شويه بعد بيند اكثر. تتوقع انه راح يوصل للديستو جنجابل اوكي، يعني هسه لو فرضا انا ضغطته ممكن يوصل صح؟ هنا ابدا اسوي الكيرف البسط، الكيرف طبعا ابدا اسوي بايدك صعبه، سوي بالراوند وكيرف كلش بسيط هنا أنا. بالراوند كيرف كلش قليل واضح؟ سويته بالأيمن. راح نشيك على الكاس ايش قد نحتاج. اكو بعد شغلات القياس اوكي، هسه اسوي الاجين حتى ينزل على الكاس. المشكله بالواير هنا اذا طويل راح يظل يطخ بالكاس راح يخربط شغلك اوكي، فيحتاج ينقص بس تتاكد انه السي اجى مكانه. مو عليه هسه واير وين يطخ؟ بالكاس صح؟ بس انت مبدئيا اخذت الشغل مالتك واخذت الكيرف اللي تريده لازم ينقص الواير اوكي؟ بعد مستحيل اسوي ادابتيشن راح يضل يطخ. نجي على القصه مالتي، شلون اقص الواير بحيث اضمن انه يبقى ضمن الكناين؟ مو عليه انا المفروض لهنا أنا انهي الموضوع لهنا أنا. اي لهنا المفروض ينتهي السي ويا التروماتيك، بس لازم اقطع مسافه قبلها المن وهنا هاي المعضله، هاي المعضله مش قد النيتروماتيك مالتك كبيره صغيره لازم تخلي لها مسافه، مو تقصها وتفرها ويصير شورت سي ما يصير اوكي. فهاي النقطه هي نهايه السي ويا النيتروماتيك، بس لازم اخلي قبلها يعني بعد هذا الموضوع 3 مليم 4 مليم تخلون انت وحسب النيتروماتيك مالتك اللي تسويها، تسويها صغيره ما تحتاج مسافه 3 مليم، تسويها كبيره وطبعا ما مقبوله كبيره اوكي، حاول تسويها صغيره بس احسب حساب زياده ما تطيل اقصان بالواير حتى ما يصير عندك شورت سي. نيتروماتيك نفس اللي اشتغلناها بالزد انه تكون وجهها انسازلي وادابتد اوكي. هسه قص الواير راح اسوي نيتروماتيك وجهها انسازلي
طب فرضا سويت لين تروماتك وطلع يدك كبيره، شو تسوي؟ قصها من النص مو كلها، تقدر تكمل يطلع عندك قياس مضبوط. اوكي هسه لو انا اشتغلت فرضا سكوة شوية كبيرة، سويت نيوتروماتيك وطلع السي بعد الطويل فرضا يعني، اوكي اكمل الدابتيشن. هسه طبعا بها طول، راح اقول لكم شو اسوي لها. سويتها طلع شغلك تمام، بس السي طويل. السي ايش بي بعده ما مكمل يعني، بس حتى اشوفكم انه دي يطخ، احتمال يطخ وين؟ بالجنجفه او يطخ بالتوت بصفه. ممكن تلزم من النيتروماتيك تقصها بالنص، مو كلها تقصها بالنص، اوكي وتكملها حتى شو يطلع عندك، يطلع قياس مضبوط. بس اذا انت مسويها شورت وتقصها، او انت مسويها مثلا شورت او قصيتها كلها نيتروماتيك وفريتها زايد، يروح عليك الطول. قصد ممكن تعطيها شويه طول، وعلى كيفك تتاكد حتى يجي عندك قياس السي مضبوط، اوكي هذا المهم حتى ما يطلع كل كبير. اكملها شويه صغيره اسويها على كيفي، واكمل الادابتيشن مالتي مال السي شويه يصير هذا الوقت وعلى كيفكم. هي ممكن ان شاء الله الوحيده اللي صعبه عليكم هو الادابتيشن مال السي، بس باقي الشغل اعتقد شغل روتيني. اوكي هسه القياس راح يجي مضبوط. هو طبعا قلت لكم انا اريده بالدستوجن جابل، ايش قد مسافه مو مشكله يعني، هذا الجزء اللي تشوفونه ما موجود بالرسم، يعني الربع الدستوجن جابل وين ما تنهي انهي بي. اوكي يعني اذا قسمنا التوث هيك، اذا قسمنا التوث هيك، انت هذا الجزء كله مسموح لك وين تنهي انهي، يعني مو وقفه نقطه محدده، بس حاول بس سوي تاش للجنجفه وبس سوي تاش للادجسنت توث. اوكي بعد شوية أكمل الادابتيشن مالتي، أحاول أسوي له بين أكثر وأطلع. أنت اشتغلتوا سي بال، اشتغلتوا بوين 7 يمكن لو 6 أي لازم تمشي شوية شوية لحد ما يقعد عندك. ليش السي أريدها ادابتد؟ ليش دائما السي أريدها ادابتد على التوت؟ ليش؟ ليش ما يكون مفتوح؟ شو المشكلة؟ راح يطلع لنا ارش ممكن بعد، شو يسوي لي؟ تروماتيك. ها؟ اي من تروماتيك؟ لا تروماتيك بالسوفت شو دير بالك، ممكن هاي هذا طالع واكو تشيك هنا، شو يسوي به؟ يجرح صحيح؟ فيسوي تروما للسوفت شو، واضح؟ ها عيني من هو؟ انت عياده لو مختبر؟ ما عندنا جلوبز هنا. اوكي واطلب هذا ادابتيشن سي، هو راده خطوات على كيفك بحيث ينزل براحته. بعد شيء بسيط، بس يبقى عندي نقطه ان شاء الله اقول لكم عليها، موضوع الريتينشن، يعني اريد السي يجيني بدون ريتينشن. شلون اعرف السي بدون ريتينشن؟ اذا جبتوا لي كلش حاشر. شلون كلش حاشر؟ بس نسوي لكم واحد غلط حتى تفهمون. اكو سوي سي وتجيبه يحشره بقوه بالكاست، بحيث انا اقول له هيك ما يخلع. اعيد السي يقعد اقول له هيك كل الفيجر كله يخلع، اوكي يعني ما بي فورس. ها وصلت الفكره؟ هذا شو وقت يصير عندكم خربطه كلها بالسي كلاس، من توصل للسي كلاس وتسوي كلش قوي. بعد شوي عندي النيتروماتيك وجهها انسايزري. ايش قد طولنا بالسي؟ هو الشغل كله بالسي، اذا خلص عندك سي ما في مشكله. هاي كويل بي دايركشن والسي ادابتيشن. اوكي يحتاجها؟ يحتاج هسه تمام طلاب، كويل مكانه والسي ادابتد وما واصل للجنجف ولا واصل بصفه. اوكي اقول له هيك شيء، مو تجيبوا لي حاشر. شو وقت يحشر؟
يحشر اذا انت مسوي كلش قوي، بس يكون واحد يشغله بدون نيتروماتيك. واضح طلاب عيني؟ كويل دايركشن مالته مهم، والسي كلاس اريده حلو. دني اهم شغلات بالفينجر سبرينج. لو فرضا لا على التعيين سوينا سي كلاس كلش قوي، انا ما دخل بالشغل حتى السي كلاس مرات يجي حلو قاعد، بس يكون الشغل مالتك كلش قوي هذا ما مقبول اطلاقا. هسه واحد بسرعة بس حتى نستفادوا من الوقت اللي راح يكون الوقت. بسم الله. هذا السي سوينا له طبعا اكثر شيء غلط يصير هنا بالبيند، يصير بيند كلش قوية. اوكي. وانت عندك عضلات وجبته هيجي وحشرت ليها حشر. يوم الحشر ما قبله اذا كان اكتف، يعني شنو ما يخلع اي فورس بي ما قبله طلاب. اوكي السي اذا ما يوقع ما قبله. اوكي هذا وقع ما اعرف ايش صار. ها ما يجي خطا ما ادري هسه بدي اسوي قوي. المهم اكثر شيء طلاب يجي عندي بالسي اذا كان اكتف. حشر معود اي حشر ما يوقع ما قبله، يعني تقل درجتك. اوكي فانت اغلب الشغل اللي يصير عندكم اخطاء الكويل مكان اريده صحيح، والسي شغله حلو. الكويل يعني التاك ترى صار لا شيء. اوكي احنا اشتغلنا اليوم اشتغلنا السمبل اللي يكون ستريت. اوكي ما مطالبين بالكرانك، الكرانك يكون هنا يعني نسوي هيك. انا ما ادري اشتغل لكم اياه، خلي هنا قبل ما يوصل سوي زاويه بس المعلومه. طبعا اكو زاويه يسووها قبل ما يوصل الكونتاكت مال الكناين والهيج بالضبط هيج. هذا الكرانك ما مطالبين به طلاب عيني. اوكي يعني بدل ما يظل ستريت اكتف ارم يصير بي زاويه. ها الزاويه بالثلث الاخير هذا يسمونه كرانك، حكيته قبل شوي. شنو فائده؟ انتم ما مطالبين به، خلوه ستريت حتى لا تدخون وين تخلوها وشلون تسووها. واضح؟ تشتغلون السمبل طبيعي.